بصراحة السلام يا أشرف المرسلين، قبل الرحلة مرحبا بالأصدقاء الأعزاء في درس جديد، وهو أن يحسب درس الرياضيات للمستوى الثاني. كما تشاهدون معي أصدقائي، هناك محسبة. إذا هذه المحسبة سأعرف لكم مكوناتها. إذا لدينا أوف بمعنى زر الإغلاق يعمل تفصلنا المحسبة، لدينا أف هو زر الاشتغال، إذا أف زر الاشتغال، أوف هو زر الإغلاق، لدينا سي هي زر للمساحة. لكن تجي شي حاجة ديال المساحة غادي تكليكي على سي. لدينا أيضا أزرار الأعداد من 0 إلى 9. هذه هي شاشة المحسبة. لدينا أزرار أيضا العمليات، القسمة في ناقص وزائد. زر الحصول على نتيجة العملية هو تساوي هنا. إذا أردت أن أكتب عددا من 3 أرقام، يعني رقم المئات، رقم العشرات، رقم الوحدات. إذا لكتابة العدد 459 مثلا، نبدأ بالضغط على الأزرار. 4 هي الأولى رقم المئات، وبعدها رقم العشرات، وبعدها رقم الوحدات. إذا 4, 5, و9 في الترتيب، رقم المئات ثم رقم العشرات وبعد ذلك رقم الوحدات. إذا الآن أصدقائي تعلمتم كيف تكتبون رقم من ثلاثة أو عفوا عدد من 3 أرقام على شاشة المحسبة. أولا نضغط على 4، بعدها 5، بعدها 9. إذا نأخذ النشاط الهندي رقم 1، ألاحظ المحسبة وأحيط بخط العملية التي أنجزتها سلمى. لدينا المحسبة وعلى ماذا ضغطت سلمى، وسوف نكتشف هل قامت بالعملية 9+1 أم 9+15 أم 9+24. إذا كما تلاحظون، أولا ضغطت سلمى على رقم 9 فظهرت لنا 9 على الشاشة، بعدها ضغطت على الزر زائد، بعدها ضغطت على رقم 1، وبعدها رقم 5 فظهرت لنا 15 على الشاشة، بعدها ضغطت على تساوي فظهرت 24. إذا العملية التي قامت بها سلمى، هل هي 9+24 أم 9+ كما تلاحظون +15؟ إذا سأفسر أكثر. نأخذ اللون الأحمر. إذا أولا قامت بالضغط على 9، بعدها زائد، بعدها 1، بعدها 5، وبعدها تساوي فظهرت 24. إذا 9+15 تساوي 24. إذا العملية الصحيحة التي أنجزتها سلمى على المحسبة هي 9+15. نمر إلى النشاط الآخر. ألاحظ المحسبة وأكتب العملية التي أنجزها مهدي. ضغط مهدي على رقم 1، بعدها 2، بعدها زائد، بعدها 4، وبعدها 7، وفي الأخير تساوي. إذن سأحيط بخط. لدينا 1، بعدها ضغط على 2 فظهرت 12، بعدها ضغط على زائد، بعدها ضغط على 4
بعدها 7، فظهرت 47، وفي الأخير ضغط على تساوي فظهرت 59. إذا سنكتب العملية، إذا ضغط على رقم 1، بعدها 2، بعدها زائد، بعدها 4، بعدها 7، بمعنى 47، وبعدها ضغط على تساوي. إذا كم تساوي؟ 59. نكتب 59. إذا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا فهمتم كيف نستعمل المحسبة. شكرا على حسن المتابعة. قبل أن تخرجوا، وضعوا سبسكرايب، لايك، وشير لكي يصلكم جديد الدروس.